الخامسة صباحا بتوقيت القاهرة، موجز أخبار من عاصمة الخبر، أهلا بكم. كشف رئيس مجلس الأوروبي شارل ميشيل عن تقديم الدعم اللازم لمتضرري الزلزال في سوريا وتركيا، وأضاف في مؤتمر صحفي عقب قمة لقادة الاتحاد في بروكسل أن هذا الدعم يشمل المساعدة في عمليات الإنقاذ. وكان الاتحاد الأوروبي أعلن عن عقد مؤتمر للمانحين بشأن مساعدة متضرري الزلزال في تركيا وسوريا. يأتي هذا فيما ارتفعت أعداد ضحايا الزلزال في كل من سوريا وتركيا إلى نحو 22 ألفا، ففي سوريا وصل أعداد الضحايا إلى نحو 4000، فيما رجح الدفاع المدني السوري زيادة تلك الأعداد بسبب وجود مئات العائلات تحت الأنقاض. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه لا يمكن تسليم طائرات مقاتلة لأوكرانيا في الأسابيع المقبلة. وأوضح ماكرون خلال مؤتمر صحفي عقب اختتام اجتماعات القمة الأوروبية التي حضرها الرئيس الأوكراني زيلينسكي، أوضح أن مثل هذه الطائرات لا تمثل أولوية عسكرية حالية. وأكد ماكرو أن الأولوية الحالية هي مساعدة أوكرانيا في الأسابيع والأشهر المقبلة، ولا يمكن تسليم الطائرات المقاتلة في هذا الإطار الزمني. كان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي دعا زعماء الاتحاد الأوروبي 27 إلى دعم خطة بلاده للسلام مع موسكو. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسلا فوندرلاين في بروكسل، طلب زيلينسكي دول أوروبا بإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة روسيا. أظهرت صور نشرها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI عمليات الفحص لأجزاء المنطاد الصيني الذي تم إسقاطه الأسبوع الماضي. وكشف مسؤولون أمريكيون عن استعادة جزء صغير جدا من حمولة المنطاد المخصصة للتجسس والأجهزة التي كانت تمده بالطاقة. وأضافوا أن الأدلة التي تم استردادها وتقديمها إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي محدودة للغاية، وأنه يجري فحصها في مختبرات مكتب التحقيقات الفيدرالي في كوانتيكو بولاية فيرجينيا. نهاية الموجز، شكرا لكم. لمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة نيوز.net، كما يمكنكم متابعتنا على مختلف منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستغرام ويوتيوب. ويمكنكم متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747 فيرتيكال، كما يمكن تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء. هنا القاهرة عاصمة الخبر.